ولذلك جاء في بعض الأعمال بخصوصها وعيد شديد، فتارك الزكاة يؤتى بأمواله كلها وهو يراها قبل أن يفصل بين الناس. فإذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها يبطح لها بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، لا يفقد منها كبيرة ولا صغيرة، تطأه بأظلافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتجدف أشداقه بالمجاديف، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وبذلك يعلم أن هذا هو مجرد تهيئة للحساب بعد ذلك وللجزاء الدائم الذي لا ينقطع، فهذا حتى يفصل بين الناس، معناه أنه ليس هو الجزاء الدائم وإنما ذلك في نار جهنم عائدا بالله. ما قبل ذلك إنما هو من تمام العدل الذي هو صفة الله جل جلاله وهو أمره، فمن عدله أنه يؤاخذ أصحاب الحقوق بها ويأخذها منهم، حتى عذاب القبر هو من أخذ الحقوق من أصحابها، فلعلها تكون تكفيرا لسيئاتهم.